كم اللاعبين تبعنا اليوم كانوا كما يقول لك رجاله فوق الميدان، وين عوضنا كم الخسارات اللي فاتوا. الحمد لله 3 بوا هما الاهم، وين تشوف لعبنا مع خصم راه مليح في كلاسمون يلعب كره نظيفه، والحمد لله احنا كنا بيان بلاسي ودرنا اللي علينا وجبنا 3 بوا. كيما راك تشوف نص ليكيب لا بلي بار تاعهم كامل اللي جانا، رانا نخدموا مع الكوتش مع ستاف تكنيك، الحمد لله رانا ان شاء الله رانا جايين ونهدو هذا الفوز ان شاء الله لمحمد مسعادي رئيس النادي الهاوي اللي وقف معنا وما نساوش خيره. كما تشوفوا الماتش كان جد صعب، درنا قاع لازم باش نحكموا سكور كما الحمد لله جد جينا جاتنا دوتر زوكازيون في دوزيام ميطون وزدنا دو بوت واسورينا لا فيكتوار. نشكر كل لي زونترينور وكاع ستاف ميديكال اللي صاروا معنا ويخدموا معنا، بهم حقنا هذا الفوز ورانا ولينا بنتيجه ايجابيه. نظن اولا هذا الفوز يعني لهذا رئيس الفريق الهاوي اللي الاولى ما كانش هو ما تنقلوش اليوم لبن عكنون. الحمد لله تنقلنا في اخر دقيقه. على الكل يعلم باللي هاد اللاعبين بداوا تحضيرات في ظرف 15 يوم، يعني هذا فريق جديد، الفريق الاول يعني تم الاستغناء عنه. اليوم نقول نرجع لمجريات اللقاء اللي كان يعني لقاء كان نظن كان انتونس، كان فيه شده نظرا لفريق بن عكنون يلعب كره جميله، ولكن من ناحيه الفرص كانت فريق مولود سعيده اكثر من فريق بن عكنون. نظن كنا متمركزنا احسن في الدفاع، كان عندنا بلوك ميديوم، كنا بيان بلاسي، هما احتفظوا بالكره ولكن كان الاحتفاظ سلبي، ما وصلوناش بفرص عديده. الحظ كان معنا وين سجلنا هدف يعني في نهايه الشوط الاول، نظن الوقت اللي كان ممتاز اللي ساعدنا. الشوط الثاني يعطينا بعض النصائح، دعمنا يعني وسط الميدان. الشوط الثاني يعني عرفنا كيفاش نسيروه، وكان عندنا نقولوا كنا محظوظين. انتظرنا باش فريق الخصم يعطينا فراغات في ظهر لي ديفونسور. الحمد لله فاجأناهم بالهدف الثاني اللي كان قاتل للمعنويات، ما استطاعوش هما يقدروا وين يواجهوا يكملوا المباراه تاعهم. نظن كنا احسن في المباراه، فوز مستحق. نطلبوا يعني من السلطات يوقفوا معنا، الفوز هذا خلينا نكملوا البطوله باريحيه، ونستقبلوا فريق معسكر ان شاء الله نفوزوا به، ونكونوا يعني ما نلعبوش كنا داخلين الحسابات، واليوم بدينا نخرجوا من هذه الحسابات بهاد الشبان. الشيء الايجابي هو مشاركه اكبر عدد شفتوا من الايفنت وين لعبوا في اللقاء، وهذا الشيء يعني شرف فريق مولود سعيده. ونشكر يعني بالاخير نشكر فريق بن عكنون اللي بالامكانيه تاعه ان شاء الله، ونتمنى له الصعود القسم الاول اللي يستاهل يعني بالامكانيه تاعه والمواين اللي عندهم. وفي الاخير يعني نقول هذا الفوز هنا لهذا محمد السعدي والفوز للجمهور تاع ولايه سعيده. وحنا كان عندنا فريق من قبل، على بالكم كان عندنا فريق من الاول، حضرناه وهذاك الفريق يعني تم الاستغناء نقولوا على 8 لاعبين اساسيين، وهذا فريق يعني تشكل يعني في ظرف 15 يوم. هذا هو رانا درك اليوم ورانا من مباراه لمباراه رانا في تحسن. هاد اللاعبين راكم تشوفوا فيهم نضربوا بدون امكانيات، ما كان ني بريم دو ماتش، ما كان ني سالير ني والو، ما كانش اللي واقف معنا. كان مدرب وكان ستاف وكان لاعبين اللي يعطيهم الصحه، ونقولوا احنا نخدموا ان شاء الله ربي ثاني هو اللي ربي يكملنا ان شاء الله. والله نظن باللي شوف رجعنا بانتصار من الاسبوع الفارط، نظن باللي معنويا كانوا لاعبين في الاسبوع كانوا لاعبين في المستوى، حضرنا كما لازم الحال المقابله. تكلمت عام باللي قلت لهم راح تكون مقابله صعيبه، رغم سعيده خسروا في عقد الديار تاعهم، ولكن قلت لهم راح تكون مقابله سعيده. حضرنا الفريق كما لازم الحال، نظن باللي الهدف الاول شويه اثرنا علينا، ما كناش نستناو، اللاعبين تقلقوا. تكلمت مع بين شوطين باش نعدلوا الامور، نظن باللي كانت عندنا فرص خاصه في الشوط الاول قبل الهدف ما سجلناهمش، هذاك هو نظل كان المنعرج، ولكن قلت في الشوط الثاني حبينا نولوا في المقابله. نظن باللي الهدف الثاني اثر علينا بزاف، وهذه هي نظن باللي هذا هو هذه كره القدم. سعيده ما سرقتش الفوز تاعها، كانوا في المستوى، عندهم فرقه لاباس بها، وان شاء الله علينا احنا نعملوا باش نحقوا الهدف تاعنا اللي هو البقاء.